مرحبا بيك مني سير كل. المنتخب الوطني التونسي ينتصر وديا على موريتانيا. تمكن المنتخب التونسي من تحقيق الانتصار في المباراة الودية التي جمعته بمنتخب موريتانيا على أرضية ملعب رادس بنتيجة هدف دون مقابل. وسجل هدف نسور قرطاج الوفد الجديد للمنتخب عمر العيوني بعد هجمة مرتدة مثالية في الدقيقة 78. وشهدت المباراة تألق عديد العناصر على غرار أيمن بن محمد والياس السخيري، إضافة إلى اللاعبين الجدد كساحب الهدف الوحيد عمر العيوني وساحب التمرير الحاسمة لاعب جوفانتس حمزة رفيعة. بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. ما تنسيش جيم على الفيديو أبوني عشان يوتيوب.